السلام عليكم اخوتي الحباب، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. احنا غادي الخميس مديونه ان شاء الله، نصوروا الاجواء ونطلبوا من الله خير الجميع. انا غادي في طريقنا للسوق كرويله هي خويا سوقتي غدا وي طالع تعال مديونة هاهي هاهي بلاصة تبن، ها الفصة، ها الفراج، غنزلو نشوفو التمن إن شاء الله، نشوفو كيفاش الدعوة. الله قاربينا الله الفصاء تصور الثمن قلت لي ما مقادش ياك كاين 700 كاين 600 50 فراج 1000 ريال 1100 هذا هو الثمن ياك الثمن المطحون شحال يكون داير تقريبا 40 درهم من الخيش وفرج الله احنا شنا الثمن ديال الثمن نديرو دويره لداخل مع بلاصة الحويجات بلاصة المواعن هو السوق الأسبوعي واعر كلشي كيكون فيه هي الدخلة ديال السوق من جهة التبن داخلين ها السوق ها هو هذا قلبوا على شي منظر يكون كيبان فيه كلشي احنا طلعنا باش نصورو السوق كامل معنا بلاصة الحويجات القدام بلاصة الوانيك المواعن هنا كلشي كاين هذاك الديطون اللي لهيه راه هو في واحد السيد كيكوي الناس هانتم كتشوفو السوق كامل دوك الديطون اللي لهيه هادوك كبار فيهم الحوت بلاصة الحوايج ديال العيالات عصير كلشي هنا القراوة الهمون التبن السوق واعر الناس المعمر جاو المديونة هما بحال جاو دابا نمشيو دابا نروحو الدجاج نشوفوها ويفرج الله انا نروحو الدجاج هاهي كلشي كاين هنا كاين قنية كاين دجاج القوري حبيبي الحجل الفلانس دجاج بلدي التوكات كاين حتى الحمام تو غنمشيو نشوفوه نطلبو من الله تيسير ها قنية ان شاء الله الله يسهل جيتيرو ماشي مشكلة سولناك لا على الثمن على الثمن على الثمن حدا بهذوك الجبابه اللي تما شحال الثمن ديالها بعت خوتهم 6400 بحال 320 درهم من الواحد وهاد النتيوات شحال الثمن ديالهم؟ هاد النتوات هادو لا ذكر ونتوا ذكر ونتوا شحال الثمن ديالهم؟ قول 5000 ريال الله يسهل جبتي سير عمي الله يسخر الله يسهل الله يسهل عمي شكرا كنشكرك انا كلشي كاين هنايا
الشرابات والكهلات الدواء الخوزار الشبكة ديالهم كلشي كاين هنا الدوايات الزوان تبارك الله الحمام ها قشور الحوت ايوا نمشيو نكملو الجولة ديالنا فاش لقينا السوق هذا من خاصو ديو بودريس هادو نتوما تكر ياك اخويا الله يسهل جبتي كيولدو دابا الحمام السوق كما قلنا راه فيه البيضاء هو يا فيه الحمام السمان كلشي كاين هنا ايوا هادشي اللي كاين شنو سميتهم دابا هادو اخويا هامستر كبار هذا زوجة كما قال ايوا نطلبوا من الله التيسير الجميع اللي قال لي تلقى فيها هامستر ايوا الفراخ كاينين هنا وكلشي هنا ولي عند الحشرة الطائرة والنازلة وكما يكون النوع ديالها قرعه كترش جميع انواع ديال الحمام كاينين هنا في خميس ديال المدينه ايوا نطلبوا من الله التيسير الهمشي هنا كان في الدجاج الكرادي هنا كان في المعيب الكرادي هنا كان في القوانع الكمله ايوا نمشيو نشوفوا متى نزيدوا نشوفوا الحمام شوفوا بلاصه البهيم الا باقيين شي بهيم ونرجعوا ان شاء الله انا بلاصه الخضره راه كبيره تبارك الله نقدروا نصوروا كامله ها اللعاب العارج ديال العيشوره كلشي كاين هنايا الخضره راه تمام مناسب وخضره جديده كما نشوفوا هانتوما تبارك الله الناس ايوا نطلبوا من الله التيسير للجميع دابا القادينا الى الحوت شوفوا تصوروا رحله الحوت بلاصه ديال الحوت العربيه كيقولوا مرحبا هاد اللاع تبارك الله عاوتاني كلشي كاين هنا التيسير خضره كلشي هنا خضره جديده بالطراب ديالها ايوا بالصحة والراحة احنا جينا هاد الجهة الجهة فيها ماتريال ديال الفلاحة والخيل الصونال الجامات هادي في طريقنا الرحبة ديال البن احنا غادي سير اخويا سير احنا غاديين ان شاء الله بلاصه ديال الحوت تاهي خاويه يمكن مع الحال سخون ولا شي حاجه بحال كنشوفو ايوا حنا دابا في طريقنا للباب ديال السوق هادي راه جوطيه كتسمى جوطيه اللي فيها حوايج خدام تليفونات بيسيات شي حاجه ديال الميكانيك كلشي كاين هنا كلشي كاين هنا نوريكم بحال هادشي كلشي كاين هنا كلشي كاين هنا حوايج بيكالات اي حاجه اي حاجه ايوا حنا في طريقنا للخرجه غادي دابا نمشيو نقلبوا على الترونسبور تجينا في كرويلة ودابا نشوفوا فاش نرجعوا ان شاء الله حنا غاديين نطلبوا من الله التيسير الجميع موعدنا غدا ان شاء الله الناس مزاج جيد هاد العودة بحال بيرسون عرب هاي كاين معاه ايوا نطلبوا من الله